نروح بقى مع حضراتكم دلوقتي ونبدأ وتحديات الأهلي وأحلامه كمان وجماهيره 2022 اللي بنقول إن هي مليئة ببطولات. وكالعادة طبعا الفريق دايما بيلعب على الألقاب يعني واعتلاء مناصب أو منصات التتويج زي ما احنا معودنا. هنبدأ تحديات أول حاجة السنة دي بمونديال الأندية زي ما حضراتكم عارفين اللي هيكون في فبراير القادم بعد انتهاء بطولة أمم أفريقيا. وبالتأكيد احنا بنتمنى كل التوفيق لمنتخبنا وإن هو كمان يقدر يتوج باللقب يعني الغايب من 2010 للأسف الشديد. ده بعد ما بنتكلم بقى على طول إن للأسف هيتضارب الموعد كمان مع موعد كأس العالم للأندية. على كل حال إحنا بنحاول طبعا نشوف حل ده وكلمنا في ده يمكن آخر السنة اللي فاتت برضو صحيح. في الحلقات الأخيرة هنشوف إيه اللي هيحصل إن هي مفروض هتخلص البطولة يوم 6 فبراير والمونديال لغاية دلوقتي مفيش كلام مختلف المؤكد إن هو هيبدأ يوم 3 فبراير. فأعتقد أمر غير منطقي شوية إلى حد كبير. ونرجع تاني للتحديات برضو الأهلي إحنا كمان عندنا دوري وكاس وسوبر ودوري أبطال فعام مليء يعني زي ما بيتقال كده عام 22 هو عام مليء بالبطولات لكن إحنا بنتمنى إن شاء الله البطولات دي تكون لصالح النادي الأهلي فإن شاء الله خير. هو هيكون عام مليء بالبطولات وبالتالي هيكون برضو كالعادة لعيبة النادي الأهلي الدوليين بصفة خاصة هيكونوا مضغوطين جدا 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 لأن هم يعني يعني الموضوع بقى بصوا حضراتكم بالترتيب كده هيلعبوا مع منتخباتهم وبعد كده يرجعوا لمونديال الأندية وبعد كده الدوري وبعديها المباراة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم 2022 ثم عودة للدوري والمسابقات المحلية طبعا يعني إلى جانب دوري أبطال إفريقيا اللي كلنا بنتمنى إن احنا نحققه يعني ونحقق لقبه للموسم الثالث إن شاء الله على التوالي لكذا سبب الحقيقة. أولا لأن احنا بنلعب دايما على إن احنا نحصل على الألقاب ناخد المركز الأول. ثانيا عايزين كمان نعمل يعني رقم قياسي بهذا اللقب. وثالثا نقرب إلى حد ما من عدد البطولات القارية لريال مدريد صاحب ال 26 لقب حتى هذه اللحظة. احنا بقينا 24 بعد السوبر الإفريقي طبعا الأخير وده عشان نرجع تاني للقب الأكثر تتويجا بالألقاب القارية على مستوى العالم. والجماهير طبعا الأهلوية عارفة كويس قوي بهذا الكلام ومتأكدة أنه برغم الضغوطات في كل المباريات المتتابعة والمتلاحقة لكن هم كلهم ثقة في لعيبة النادي الأهلي اللي إن شاء الله هيكونوا كالعادة قد المسؤولية. كل التوفيق إن شاء الله للنادي الأهلي واللعيبة اللي دايما بيشرفونا بصراحة. هيبقى موسم صعب جدا زي ما احنا كنا بنقول لحضراتكم زي ما شفتوا دلوقتي في هذا التقرير لكن احنا واثقين في النادي وفي اللعيبة وفي الجهاز الفني وفي مجلس الإدارة إن شاء الله يبقى أو تبقى سنة سعيدة كده وزي ما كل سنة بنقول يعني إن شاء الله ونفرح كلنا. وكمان قصة الجماهير أنا عايزة أقف عند قصة الجماهير شوية كريم لأن بجد مش عايزة أقول بقى بس جماهير النادي الأهلي لا عايزة أقول جماهير كمان قناة الأهلي بجد اللي احنا بنسعد كل ما بنقابل حد يكون اهلاوي وبيتابع تحديدا 10 الصبح في الاهلي. عايز اقول لك الفتره اللي فاتت بجد بجد انا يعني ما كنتش متخيله كم الناس اللي هتسال على البرنامج بهذا الشكل لك عايزين يطمنوا هو انتوا اجازه ولا حاجه حصلت لا انتوا لازم ترجعوا يعني بجد الكلام ده كتير بيفرق يعني انا عايز اقول لك بقى على تفصيله في نفس الاطار اللي بتتكلمي فيه من الحاجات اللي اسعدتني جدا 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 في الفتره الاخيره مش بس فتره التوقف للامانه انا كتير جدا يعني انا وند يعني بتكعبل في ناس يتكلموا معايا عن البرنامج وفي الاخر الكلام يقولوا ايه على فكره احنا زملكاويه بس احنا بنتابع البرنامج فبنبسط جدا ما عندكيش فكره الحكايه دي بتبسطنا الى اي درجه وطبعا دي حاجه تسعدنا كلنا مش بس كقائمين او كاسره العمل في هذا البرنامج بصفه خاصه لا كل الناس كل من هو من منسوبي قناه النادي الاهلي بشكل عام اكيد دي حاجه تسعدنا وتشرفنا ونتمنى نكون عند حسن ظن كل اهلاوي وغير اهلاوي وده ان دل على حاجه يدل على نجاحنا يعني الحمد لله الحمد لله يعني رب العالمين فعلا يعني قايمه بدور عظيم جدا